فكريا او ثقافيا او اخلاقيا او تربويا انهم يجلسوا قدام كاميرا ويتكلموا في ميكروفون. قعدوا شحنونا قبل الماتشات، الشعبين داخلين مشحونين داحس والغبراء، وانا بوداني سامع في التلفزيون الرسمي المصري مش في قناة خاصة، مذيع في برنامج من اهم البرامج واكتر البرامج اللي بتتشاف كل يوم بيجي بيقول احنا يا جماعة الفريق بتاع الجزائر هيقعد في فندق نوفوتيل، راح سمعتيها؟ هنروح هناك وليلتها مش هننام، هنعمل زار قدام الفندق. عشان ايه؟ عشان ما يناموش ويخشوا الماتش تعبانين. انا تعجبت ان الانهيار والانحطاط الاخلاقي يروج له على التلفزيون الرسمي. ده انحطاط اخلاقي، يعني انت بتروج للمنافسة الغير شريفة هتقول لي هم عملوا فينا كده. ما يعملوا يا اخي، لا يكن احدكم امعا اذا احسن الناس احسن واذا اساء اساء. يا عم بقى انت هتغني، ده احاديث مكانها الكتب، مكانها الجامع، لا مكانها هنا، مكانها اليوم ده، مكانها كان اليوم ده. وبعدين حصل ايه؟ الفندق اصلا في منطقه متطرفه جدا، محدش بيروحها، مفيش بيوت هناك، راحت امم من الناس وضربوا الاتوبيس بالطوب وعوروا ثلاثه من اللاعبين الجزائريين. ونفاجئ تاني يوم بكلام استفزني، انا مصري استفزني جدا، قال لك الطب الشرعي الجنائي اكتشف انهم كسروا الازاز من جوه وحطوا على راسهم كاتشب. بالعقل ده مستحيل. ليه؟ بالعقل، تعال نفكر بالمنطق. انت مش بتلعب فريق رواندا، انت بتلعب فريق الجزائر، مش فريق سهل، فريق قوي. الحاجه الثانيه، الفريق ده جاي فرصته اقوى من فرصتنا بكتير، لو اتغلب 1-0 خلص وطلع على كاس العالم، لو اتغلب 2-0 زي ما حصل هيلعب ماتش في مكان محايد، لو 0-0 هو الكسبان. لو كل الظروف كانت بتقول 80% الناس دي عندها فرصه كبيره، بقى معقول هينزلوا يهدوا في معنوياتهم ويكسروا الازاز من جوه ويحطوا على راسهم كاتشب عشان يتحججوا لو اتغلبوا؟ الناس نازله بروح معنويه عاليه، استحاله. ورابع المستحيلات هيعملوا الفيلم الخيبان ده، استحاله. وبعدين تلقف هذا الاستفزاز مين؟ منافقين في الاعلام الجزائري. ما انت عندك منافقينك وصهاينتك، ما انت خلي بالك الاعلام ده الصهاينه متغلغلين في الاعلام مش الغربي بس، اوعى تفتكر كده، متغلغل في اعلامك العربي والمسلم برضه. ولا انت فاكر ان هو هيكتب الاستاذ فلان الفلاني هو بيكتب مثلا مقاله كده في اي جورنال وتحته يكتب مثلا ايه كاتب صهيوني؟ هو مش هيكتب كاتب صهيوني، مش هيكتب انه كاتب صهيوني، بس هو صهيوني او منافق او جاهل. فتلقف هذا امثالهم بس هناك، وكبروا المواضيع وقالوا الناس ماتت واتذبحت، وواحد نطق بالشهادتين في جمهور الجزائر وهو أجهزة الإعلام سخنت الشعبين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عن ظهور هذه الطائفة اللي هتتكلم ويستمع لها وهي لا ما تستاهلش، حديث مشهور اسمه حديث الرويبضة. يقول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنون خداعات، هيجي سنين خداعة يخون فيها الأمين، الأمين هيتخون، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويبضة. قبل ما تسأله الصحابة سألوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ويستمع له. الرويبضات بقى اشتغلوا واحنا كنا قاعدين بنسمع الكلام ده، كلام السيد ياسين كاتب من اكبر الكتاب في مصر، واحد من الفئة المثقفة، ولا هو اسلامي ولا غيره لكن مثقف وشاف الامور وقرأها. اندفعت الغوغاء في الجزائر زي ما اندفعت الغوغاء في مصر، لا الغوغاء بتوع الجزائر يمثلوا الجزائر ولا غوغائنا دول يمثلونا. يا اخوانا
اسوأ فئة في الدنيا الجمهور بتاع الكورة. ايوه مننا ناس راحت مره اتنين ماتش، لكن في ناس مقطوعه للقصه دي. ده ما يمثلنيش ولا يمثل اخويا الجزائري. اندفعوا الغوغاء وعملوا اشياء ايضا لا تصح، واعتدوا على مصريين، واعتدوا على مكاتب مصر الطيران، وحرقوا العلم المصري واهلونا. بس لان حصل عمليه شحن وتسخين اعلامي. مين بقى استثمر ده الوقيعه؟ نفس المجموعة دي المنافقة اللي أنا أشك في يعني في نيتها فعلا في الإعلام المصري والجزائري. استثمرت هذا الأمر لغرس الكراهية في نفوسنا. لقينا نغمة في كل القنوات مرة واحدة، كفرنا بالقومية العربية. صح؟ لا، كله كده كان تيوند. لا، دي ما كانتش خطة، ده ما كانش تعليمات، ده كلام خطير. مرة واحدة خلينا بعدين، معلش خلينا هاخد طريقة بس بعدين. كلنا كفرنا بالعروبة. أنا أقول لك حاجة، أنا كراجل مسلم انتمائي الأول للإسلام، بس في ظل عدم وجود الوحدة الإسلامية، طب يا سيدي خليها عروبة، أهي خطوة، لكن هتضرب لي كمان في العروبة؟ أنت بسبب الإعلام اللي عندك كده، هات أي واحد مصري ماشي في الشارع وقول له عندك أربع جنسيات، رتب لي مين فيهم اقرب لك، اسرائيلي ولا جزائري ولا قطري ولا فلسطيني؟ لك والله ده الاسرائيلي اقرب. ما انت عندك الاعلام مش شيطان القطريين، ومش شيطان الفلسطينيين، ومش شيطان الجزائريين بقاله الله، وكنا عن شيطان السودانيين بس كانوا هيتاخدوا في الرجلين وبعدين العمليه وقفت شويه قدامها الشيطان. عشان بدل العروبه في حاجه اسمها الشرق الاوسط الكبير. الشرق الاوسط عباره عن ايه؟ هي البلاد العربية بلس ون بلس اسرائيل بس. طيب لقينا سب يعني. انا شفت اليافطة بتترفع قدام السفارة الجزائرية، والاعلام بالقصد بيكررها كل شوية، يقول لك هم اصلا بربر. اللي قال كده جاهل. ما هو شبه يعني ايه بربر؟ بربر مش يعني برابرة. صدقوا بقى ان لو في جزائريين بيتفرجوا عليا دلوقتي يمكن ما يعرفوش المعلومه دي. بربر نسبه الى بر بن قيس، احد قاده العرب اللي ذهبوا الى هذه المنطقه 1000 سنة قبل الميلاد واستوطنوا هناك، ونشا منهم البربر نسبه الى بر بن قيس. وقد حدث، اللي فيكم اتفرج على حلقات الاريوسيه بتاعتي في قناه الناس، عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل ان يفتح مصر جاله وفد من قبائل البربر، وقالوا قبائلنا مستعده للدخول في الاسلام وفتح مصر معاك ونبقى في مقدمه الجيوش. فتقلق، قرار خطير مش هو اللي هياخده، لازم امير المؤمنين. فارسلهم الى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينه، فلما سمع منهم بكى وقال هؤلاء ابناء بر بن قيس الذين قال لنا عن احوالهم رسول الله. البربر دول حموا رايه التوحيد، قاتلوا الدوله الرومانيه تحت شعار التوحيد 200 سنه، واقاموا دوله هزمت الدوله الرومانيه، واستولوا على اسطول الدوله الرومانيه، واخذوا اجزاء من ايطاليا في يوم من الايام. البربر دول منهم عارفين مين اللي فتح؟ طارق بن زياد اللي فتح الاندلس. دول البربر. اجي انا اسب الناس يقولوا انتوا بربر اصلا؟ يا اخي انت طول تبقى بربر، عيب عيب. احنا للاسف استخدمنا الجدال، تنابذ بالالقاب، نسينا يا اخواننا حاجات. ايوه احنا مصر بلد محترم، ايوه احنا ساعدنا العرب حقيقي يا اخي، لكن يا قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. مش كل بقى ما مصري يتخانق في السعوديه يفتح صوته يقول لهم التكيه المصريه والجلابيه المعتبه كنا بنبعتها لكم متنيه عشان الطويل يفكها والقصير. عيب عيب اللي عملناه في الناس. احنا في القضيه بتاعت مصر والجزائر زعلنا مننا كل البلاد العربيه. ليه بنعمل كده؟ يعني ليه عملنا كده؟ وقلنا له احنا اللي حررناكم يا جزائريين. يا اخي بالراحه شويه بس. هو يعني الامير عبد القادر الجزائري ده ما كانش له وجود؟ هو ثوره المليون شهيد دول؟ يا اخي بالراحه بس شويه. الناس اشتغلت وانت ساعدتها، وبوميديان برضو يا اخي
شاري لك السلاح ودافع ثمنه للسوفييت بعد 67 لما كانش معاك فلوس تشيل سلاحك. السنة اللي فاتت محمد بداجو اللي هو وزير خارجية الجزائر وقاضي في محكمة العدل الدولية تنازل لفاروق حسني عشان يدعمه في الانتخابات بتاعت اليونسكو. احنا ليه بننسى؟ احنا لينا دور وهم لهم دور. احنا الشيخ الغزالي انشأ الحركة الاسلامية هناك وربى الاسلاميين هناك. ايوه. وهم ومالك بن نبي العملاق الجزائري انا متربي على كتبه. يا اخوانا مش كده. ليه بنعمل كده في بعض؟ ليه بننسى